الكاردي باس بلاتيتمية يعني نيورولوجي داخلي. للأسف دايما الأطفال لما بيحصل لهم كاردي فارست الهرمون بيبقى زي ده. مش إنك مبنية على إن احتشاطها قبل ما تقع الجهاز بالرد الرئيسي. إذا حصلت الكاردي فارست الهرمون بيبقى زي ده. تعالي حتى زمان هيحصلوا موربيديتي مدى الحياة نيورولوجي. وبالتالي أول جزء عندنا في الجزء أو جزء ساعة جاي نتكلم فيه على إن أنا أشخص إزاي التلاتة الكاركترية قبل ما يحصل لك اللي إحنا هنسميها بوتنشال بيز. وشيل بالك على وشك زي ما أنت بتقول بوتنشال كاركترية. أول نص ساعة على وشك أو وشيل يعني إزاي نقدر نشخص ريسبيراتوري سيستم فيلير هي الايرلي مانيفستيشن هي الليت فين الشوك هي نفس المنطق الحاجات اللي جايه الحاجات اللي كان كتير معاد النهارده من الاساس اللي فات. فمثلا هنقول اول حاجه اول سيستم عندنا اللي هو ريسبيراتوري سيستم. انا لما باجي اعرف اذا كان السيستم ده هيبقى عنده بوتنشال ريسبيراتوري فيلير ولا لا بقيم ثلاث حاجات. رقم واحد بقيم الايفورت اللي هي الورك اوف بريدنج بمعنى هل بدا الطفل يبذل مجهود انه ياخد نفسه؟ وهنا في قدامنا ست نقط سهلين حاجات كلهم انتوا عارفينها كلكم سواء في الاطفال او الفصل او الفصل. اول حاجه منهم اللي هي الريسبيراتوري ريت ده اول واحد. وبعدين وركينج الى ديزاين مش لازم بالترتيب. وبعدين ريسيشن اللي هي ريتراكشن. وبعدين ماسل معصوب بقى ستريس ماسل. وبعدين اثنين ثانيين النويزي بريدنج والجاسبنج. طب دول واحده واحده. اول نقطه في اثبات ان بدا يبقى في زياده في الورك اوف بريدنج التكيبني يعتبر حاجه ادي ولا ليه؟ للاسف الاطفال زي ما قلت قبل كده لما بتتحكم في الميني فوليوم ما تقدرش تتحكم في تايدال فوليوم هي بتتحكم ميني ريسبيراتوري. البريدنج يعتبر ادي ولا ليه؟ ان العيان بدا يحصل له اكسبوزيشن للمصري والريسبيراتوري سنتر بدات التكيبني تقلب بريدنج. اذا التكيبني ايرلي هنمشي كده بقى في حاجه البريدتنيا ليت وبري تيرم بري مور اثنين وركينج الى ديزاير. مجرد انك يحصل عندك وركينج الى ديزاير ده يعتبر كومنت ميكانيزم عشان يقلل المقاومه. ثلاثه ريسيشن عارفين يعني ايه ريسيشن؟ معناته لايم سي ار ريتراكشن اللي هو انتركوستري سبكوستري ستيرن ماستوري سوبر ستيرن. دي اماكن ريتراكشن اكيد لما نتكلم عنها في الشيست العام. رقم اربعه مصري مقصود ايه بالمصري؟ بصري كده اغلب حالات الريسبيراتوري ديزيزز تلاقيهم هم بيحاولوا يبذلوا مجهود عشان ياخدوا نفسهم تقوم يعملوا بين يفقروا يحصل لهم بين بومينج. ليه؟ عشان الاستردوماستوري بدا يشتغل. اذا وجود هيد بومينج في عيان عنده مشكله ريسبيراتوري تعني ان في زياده في الورك بريم. خمسه نويزي بريم. مين اشهر النويزي بريم اللي انتوا تعرفوا؟ رايدور ويزز جرانتين الاسترايدو بتاعني اكتب فوقيها ابر هنقولها في الاخر فاهم الناس. ويز بتاعني لون جرانتنج بتاعني الديلاي مشكله في الالديلاي. بص كده احنا هنشرح هنقول تعريف الجرانتنج بعد شويه. فاهم كده؟ بيعمل فورس اكسبيريشن اجينس بارشالي كلوز ديوت عشان يزود البريشر يقوم يحسن الالديلاي جاز. طيب ده بالنسبه امال جاسبنج يعني اكتب اكتب عليها مش مكتوبه سلو الريجولار بريدنج سلو الريجولار بريد. طبعا لما واحد يعمله ياخد نفسه كده بصعوبه السلو الريجولار بريد ده يعني ايه؟ تقعد تمشي كده تقعد بس طيب اول حاجه ده الايفورت. طب
سؤال. بص السؤال ده. هل كل عيان عشان نشوف عشان يحصل له ريسبيراتوري فيلير لازم من هذه لازم يعني بص لازم كل عيان نموني يجي لك بيتك يحتوي الكرشن لازم. الاجابه لا للاسف. في ثلاثة اكسبشن عليهم كده مربع كده على الصفحه اكتب عليهم اكسبشن. تمام؟ ثلاثة اكسبشن. اول اكسبشن ان حصل اكسبوزيشن. يعني المريض اللي حصل له اكسبوزيشن ما تتوقعش انك تلاقي تاكيبني وريتراكشن. ثاني مشكله نيورولوجيكال ديزيز. تخيل كده واحد واخد اوبييت توكسيك موفين ده هيسبريس الريسبيراتوري سيستم. عنده نموني ومع ذلك مش حصل له لا ريتراكشن ولا تاكيبني. اذا مش هعرف اعتمد على الفيتاك جروب لتشخيص البوتنشال ريسبيراتوري سيستم. والحاجه الثالثه نيورو ماسكولار ديزيز. يعني ايه نيورو ماسكولار؟ واحد عنده سباينال ماسل اتري لامبري بوليوميلايتس الحاجات دي يا شباب هي اصلا مبوظه العضلات. اذا هل تتوقع في مريض عنده ضعف في العضلات مايو بس توقع عنده من المنجيل النمومي اي تجيب تجيب كوري تراكشن؟ تاني اذا عشان اشخص بوتنشال ريسبيراتوري فيلير انا بلجا للست نقط دول. لكن في الثلاث عيانين دول الجا لايه؟ الصفحه الجايه. ايه اللي موجود في الصفحه الجايه؟ بمعنى ما تستناش في مريض نيورو لما يجي له نمونيا انه هيجيب تربيت 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 السينوزس
التاج. يبقى التاج ليرن البرادي الانتابيليتي ليرن الدراوزنس الفالور ايرلي السايكوزيس. بس هما كلمتين وخلصوا كده. وسيبك من البراجراف اللي تحت ده اسسمنت ده سيبك منه شويه. احنا قلنا اول سيستم في بوتنشال فيلر. هعيده تاني. ايفول افكاسي اذر الايفول ريت وركينج ديزاين ريسيشن مصر. يعني ايه نون ديجري مش عارف. وبعدين قول ثلاث عيانين مش هتعرف تعملهم كده. عيانين انكروشن النيورو مصر. هطيب يوم الافكاسي شو بين الستيشن بالانشز ده ترمي هتشوف البطل فين الاكسبريشن. شوف الافكت على الاذر اوبن. الافكت ريسبيريشن على الكارديو ده والانتجريشن على كده مش الافكت ريسبيريشن على سي ناس ستيميليشن على كده مش الافكت على السكين فالو بازو كونستريكشن ساين ديفيريا. يجي الكارديو اكتب عليه سؤال نظري في قبل مش زي الريسبيراتوري ثلاث نقط. لا الكارديوفاسكولار فيلير البوتنشال كارديوفاسكولار فيلير نقطة تلمس. الكلام هنا سواء هنا او في الموضوع اللي جاي اللي هو نيورو كلام معاد. ليه معاد؟ لان احنا لسه واخدين حسيتين اللي جاتوا شغل ايه؟ مش ده كلام جديد بس النهارده ده كلام كتير معاد. بصوا يا شباب الكارديوفاسكولار سيستم فيلير بتقيم فيها حاجتين. بتقيم فيها الكارديوفاسكولار سيستم ستيتس والإفكت على الأذر أوبن. وعشان نحفظ بالأرقام دول أربعة ودول أربعة. طيب أكلمك عن سؤال نظري. طب إيه الحاجات اللي هتقيمها تقول إن الكارديو بس هيبدأ إيه في أربع حاجات. بالترتيب أركين فولس كافيلر ريليتد تايم بلا بريشر. طب الإفكت على الأذر أوبن أربع حاجات. ثلاثة إحنا قلناهم ريسبيراتوري سي ان اس وسكين ويورينا تحديدا كده. ثم هتكلم في الاخر على اوفرلاب. الاوفرلاب هنقول فيه ثمان حاجات ما بين الريسبيريشن والكارديوفاسكولار. طب نبتدي ده سؤال نظري. نبدا باول حاجه الكارديوفاسكولار سيستم ستيتس. انت عندك عيان وعايز تقول عايز تشخصه بدري قبل ما يجيله شوك. طيب اول حاجه كانت افكتد بريسبيريشن قبل الريسبيراتوري لازم تبدا بيها. نعم زي ما هنا برضو لازم تبدا بالفرق بكل ما الريسبيراتوري بدور خاص في المين فوليوم وحته المين فوليوم مساوي تايدال فوليوم دي قلنا بيتحكم في الريت ما بيعرفش يتحكم في الفوليوم نفس الكلام. الشوك معناه ان الكارديو اوتيتيو مش الكارديو اوتيتيو عباره عن هارت ريت وات ده الطفل اللي قادر على انه يتحكم في الفوليوم. فاول حاجه ايرليست ساين تمام يبتدي يعوض كونفرسيشن. اذا التكيكارديا دي حاجه ايرلي لا قدر الله لو دخلنا في العكس وهي الريتكارديا دي حاجه ليت. النقطه الثانيه البلس حضرتك مطالب كل العيانين انك تبلفيت البريفرال والسنترال بلس. تقول لي يعني ايه سنترال وبريفرال؟ بص لي كده البريفرال المقصود بيها مثلا حاجه زي بريكيال او ريديال على حسب السن. سن صغير قال لي سنتين شوف بريكيال. السن كبير شوف ريتم. امال ايه السنترال بالز؟ شوف فيمور يعتبر من حاجات السنترال بالز. شوف الكاروتيد لو طفل صغير لو صوته كبير شويه اكتر من سنتين. اللي انا اقصده لابد انك تحس البالز في العينين اللي على وشك بيجيبهم شوك. وهنا بنقول اكسل بريفرال بالز ويك سنترال بالز دي حاجه ترمل او بري ترمل او حاجه ليت. انك تلاقي مفيش بريت وانك تلاقي السنترال بقى فيري ويك دي حاجه تعتبر ايرلي ولا ليت؟ ليت. كابيلاري في التايم بسرعه السكور. يعني ايه كابيلاري في التايم؟ تضغط طبعا تضغط فين؟ ممكن في مكانين الاولى للسر في منتصف السر وتضغط بصبعك الطم تضغط لمده قد ايه؟ خمس ثواني. فهتيجي في الطم السنتر اوف السرنا وتضغط هنا المفروض هيحصل دونشي. المفروض الدونشي يرجع يحمر في خلال اقل من سنتين ثلاثه حسب السن. لو اليورين نقول ثلاثه لو انفنت او شايب نقول اثنين ثانيتين ثلاثة لو طول واحد لاثنين ثانية يبقى في بور سكين برفيوجن. في بور سكين برفيوجن البريشر فاكر لما حفظ هل الهايبوتنشن ايرلي ولا ليه؟ كنت تكتب المعادلة دي السيستوليك بلاد بريشر
ال H في 2 زائد 70 تنزلهاش دي السيستوليك بلاد بريشر اقل السيستوليك بلاد بريشر هي الملاحظه اقل السيستوليك بلاد بريشر ال H في 2 زائد يبقى هو اوكي نتيجه شخص او نظر بوتنشال كاردي فاسكولار فيلر هتقول الهارت رقم 1 تاكيكارديا البلس ويك سنترال ابسنت بريفرنت تيرمينكس كابيلاري ريد تايم اضغط خمس ثواني الطبيعي قال لي من ثانيتين ثلاثه طول عن كده كول سكيبر اخر حاجه بريشر هايبوتنشن از بوزيتيف وهالي يبقى البرادي كارديو والهايبوتنشن ليه الايفكت اوف كارديو بس على الاذر بولي زي ما قلنا الريسبيريشن بيأثر على اللي جنبه الكارديو بس بيأثر على اللي جنبه طب ايه اثر الكارديو بس على الريسبيريشن واحد ركز هيجيلي شوك ايه اثر الشوك على الريسبيريشن منطقي ان الناس اللي عندها شوك معناها عندها تيشو هايبوكس عندها تيشو ايه؟ الناس اللي عندها شوك عندها تيشو هايبوكس اذا بلجا للانيروبيك جلايكوليس اذا العيان يبدا يجي له ميتابوليك تبقى عندك ميتابوليك اذا النفس بيديني بس هنا بقى التكييف هل يصاحبها ريتراكشن؟ الاجابه لا تبقى عندك كلمه كده اسمها تكيبنيا وزاويه بريسيشن يعني ايه تاكيبنيا وزاويه بريسيشن؟ يعني العيان بينهج من غير ما يكون عنده ريتراكشن طب هو لما يكون عنده تاكيبنيا من غير ريتراكشن اذا دي حاجه في اللنج ولا حاجه في الهارت؟ الجمله دي مميزه ايه؟ اكتب عليها تاكيبنيا وزاويه بريسيشن كوايت تاكيبنيا كوايت الكابل تي كوايت يعني مات كوايت تاكيبنيا يبقى كلمة كوايت تاكيبنيا يعني بينهج خلاص لكن من غير زيادة في الورك بريلين المشكلة مش مشكلة لنج المشكلة مشكلة اسيدوز رقم اثنين الافكت على السينس زي ما اتفقنا الكارديو باسكولار سيستم لما يحصل شوك اثر التيشو هايبوكسي على البرين في الاول ستيميليشن ثم بعد كده يعني في الاول هيحصل اجيتيشن وبعد كده راوند سكوم اثر الكلام ده على السكين نفس المنطق في الاول بالور وبعد كده ساينوزس ثم اخر حاجه الكيدني ايه رايك؟ الشوك ده احنا بنجيب الكيدني بيرفيوجن يعني يورين او فوق ايه وانا بتكلم على ميلي بتكلم على ميلي الانفنت طب الانفنت ده بتشخص فيه جلوبوريا لما اليورين اوتبوت يقل عن كام؟ ربما لا الانفنت واحد نص ده للتشايلد اكتب كده اكتبها بجنب يعني تشخيص الجلوبوريا في الانفنت احنا قلناها في الكيدني في الانفنت اقل منها ويساوي 1 مللي بير كي جي بير اور بير اور والتشايلد اقل منها ويساوي نص مللي بير كي جي بير اور يبقى قول تاني السؤال النظري الوحيد اللي جيب الحصه دي قبل كده هو ده كان بيقول ايه السؤال؟ How to diagnose potential cardiovascular system failure؟ أول حاجة الهارت ريت بعدين بلس كابيلاري ريفيل تايم بريشر دول اسمهم كارديوفاسكولار ستيتس البراديليت التاكيكارديا البلس ويك سنترال بلس ابسنت بريفرال ليت برولونج كابيلاري ريفيل تايم بور سكيب بريفيوجن البريشر الهايبرتنشن ليت اثر الكارديوفاسكولار على ريسبيريشن معنى ان واحد يجي له شوك انه بينهج انهاجات عاده ما بيساوي التوقيت اللي هو بالذات وايت يعني تكيبني من غير انتراكشن ريبيتيف السي ان اس في الاول ستيميليشن وبعدين انهبيشن السكين فالور ثم ساينوس الكيدني اول بوليا وانهبيشن طيب سؤال يقول لك اكثر اثنين سيستم قريبين جدا من فيلير من بعض هما الكارديو باسكولار ريسبيرتوري الاثنين فيهم تكيبني تسعة يحصل تكييف كارت طب وبعدين نفرق ما بين الاثنين ازاي؟ نطبق مربع كده في ثمان نقط هيميزوا لي الكارديو ماسكولار عن الريسبيراتوري فيلر. مين هما الثمان نقط دول؟ سيليك عندك عيان ساينوم اديته اكسجين يتحسس تبقى حاجه كارديو ولا حاجه ريسبيراتوري؟ اذا الساينوزس اللي ما بتتحسنش بالاكسجين افكر اكتر في الكارديو. دي اول نقطه ساينوم. ثاني نقطه لما التكيبني تلاقيها من غير ريتراكشن تبقى اكتر ريسبيراتوري ولا كارديو؟ يبقى الكويس تكيبني تعتبر حاجه كارديو. ثلاثه لما تلاقي
عيان عنده تاكيكارديا وتاكيكارديا، بس التاكيكارديا اعلى معدل زياده الهارت ريت اعلى من معدل زياده الريسبيراتوري ريت، يبقى انا بكون تاكيكارديا ولا ريسبيراتوري ريت؟ يبقى التاكيكارديا اعلى يبقى كارديا. اربعه شكلر فينس بريشر بمعنى كونجستد فين. لو انا شفت الفين لقيت كونجستد او ضغط الفين عالي ده يعني حاجه كارديو ولا ريسبيراتوري؟ رقم خمسه وجود جلد ونرمل. لو انا عندي من العيان سمعت تريبل كده تريبل ساوند او سمعت نرمل عالي يبقى دي حاجه كارديو ولا ريسبيراتوري؟ لو لقيت انرجن سنتر ليفر انا بفكر في سيستميك كونجيشن رايت سايد هارت بين كارديو. اخر حاجه لو لقيت مع القصه كلها ابسنت بالسيشن او فيري ليد بالسيشن او ليد فيمورال ديلي ايا كان اي ابنورماليتي اللي بتبص او ووتر هامر يبقى انا بفكر حاجه كارديو. يبقى مره ثانيه الثمان كلمات دول السينوزس التاكيكنيا التاكيكارديا الفينوس بريشر الجالوب الميرمر والنقطتين الليفر والبلس. لما تيجي تذاكر احفظ كلمات خلاص. افر سيستم اللي هو فيه امبندنج فيلير هو نيورو. مش معنى نيورو جبنا رقم ثلاثه ان انت اثناء الامرجنسي بتحط في بالك رقم واحد حط في بالك رقم واحد الاي بي سي مش كده ولا ايه؟ تاني يعني انا اهتميت في اي عيان امرجنسي اللي هو والبريدنج اللي تبع الفايرنج والسيركيليشن اللي تبع الكارديوفاسكولار. كان عمرك ما هتدور عن نيورولوجيكال اكزامينشن غير لما الاول تطمن ان العيان اي واي مفهوم ومطمن ان العيان اوكسجينيشن كويس وان السيركيليشن كويسه. ده بعد كده تبتدي تدور عن نيورولوجيكال سيستم. الصفحه الثانيه ايه هي النيورولوجيكال؟ هنتكلم في النيورو عن ثلاث حاجات كلام معايا كله. اول حاجه نيورولوجيكال اسيست نيورولوجيكال فانكشن فاكرين في الكوره كنا بنعمل الكلام الكونشوسنس خلاص الكوسموس تسعة فين. تاني نقطة هي البوستشر وهنا في أربع حاجات. بصوا يا شباب إيه البوستشر السينس إيه البوستشر الدينجر. أول حاجة الهايبوتونس بمعنى الطفل كان الكون بتاعه كويس بدأنا نلاحظ إنه عنده هايبوتونس زي من بعض دي سيريس إيفنت يعني دي ممكن تكون تعني بور برفيوجن للسينس مجرد إن التون ينزل معنى ان ممكن المخ مش سبلاي بالبلد كويس. هايبوتونيا كلمه واحده جنبها سيريس. الكلمه الثانيه ستيف بوزيشن. ايه ستيف بوزيشن؟ مش احنا خدنا حاجه اسمها ديكورتيف وديسيبريت. ايه الفرق؟ هما الاثنين رجليهم شتت بس ديكورتيف الاكشن بوزيشن الديسيبريت. طب ده معناه ايه؟ لما واحد يكون عنده ستيف بوزيشن برضه ده يعني في مشكله في البرين بور برفيوجن فوق. رقم ثلاثة لما واحد يكون عنده حاجة بنسميها بص لي كده بنسميها اوفر اكستنشن اوف ليج حاجة اسمها سنابينج دوج بوزيشن. لما كنت تعمل كده هايبر اكستنشن اوفر اكستنشن اوف ليج ده ايكوال تو ابر اير واي نار ويند تمام فايتنج فور بريث يعني عايز ياخد نفسه بصعوبة يعني بيحارب عشان ياخد نفسه بتحب الجلوتايتس بالذات. رقم أربعة اوبيسيتونس بوزيشن مش الرقبه بقى لا ظهره كمان جسمه ده يعني على طول بيمشي ريكش ثلاث يبقى اربعه تاني كلمه قدامها كلمه الهايبوتونيا سيريس الستيب بوزيشن حاجه في البرين والبرين ستيم اوفر اكستنشن اوفر اير واي اوبيسيتونس انجل ريكشن. واضح الكلام؟ رقم ثلاثه كيوبيد هل بالضروره اسمعني لازم في كل حالات النيورو تفحص البيبل زي ما قلت لك. طيب مين العلامات الخطيره في البيبل؟ انيكوال بيبل. قلت لك قبل كده انها واحنا بناخد الكوما الانيكوال بيبل ممكن تزود سهم يعني برين ستيم كومبريشن برين ستيم كومبريشن او تكون
هيرنيشن. طب بالضروره ان الدايليت فيكسد، هو طبعا انتوا حاطين في شرط ان الدايليت فيكسد يعني مش بالضروره، يعني عندنا توكسن بتعمل كده، هايبوكسيا بتعمل كده، ليس بالضروره الدايليت فيكسد في كل الاحوال تكون برين بس يرجع تاني عادي. ماشي الكلام؟ طب ايه اثر النيورون على الاسبيريشن؟ فاكر لما انا قلت لك واحد عنده هيموريج في المخ او ديومر، مش انت عندك في المخ اسبيريتوري سنتر؟ طب اذا حصل مشكله في فاكرين كلمه انا قلت لكم اسمها سنتر برين اللي هي كاينستوك بريدنج؟ ايه كاينستوك بريدنج؟ مش يعني ايه يعني؟ كاينستوك بريدنج تساوي بص على السبوره بيريد اوف هايبر فنتليشن مع بيريد اوف ابنيه. هي مكتوبه عندك بريدنج او تكيف، يعني في هايبر فنتليشن وابنيه. تمام؟ دي مباشرة تعني ان في dysfunction للميكرونايت برين او بمعنى تاني رينسوس. يعني انا لما واحد حصل له مشكلة من كاينس تو برين مشكلة ريسبيراتوري سنتر فين ريسبيراتوري سنتر؟ في الجزء بتاع البرين سنتر هو مكتوب عندك ميكرونايت برين. اخر حاجة في النيورون فاكر لما انا قلت لك لو واحد عنده زيادة في الانترفيريال تنشن فاكر التراين ده؟ مثلث اسمه ايه؟ بوشنج. قلت قايل لك ان البوشنج ترانجل في براديكارديا، خلينا بالترتيب البراديكنيا براديكارديا وهايبر تنشن، وقعدنا نقول ساعتها ليه البلد بريشر بيعمل كومبنسيتوري؟ ليه الهارت ريت والريسبيراتوري ريت ممكن يقل؟ كومبريشن على البرين ستيم. السؤال بقى ايه اثر، يعني لما اقول اثر النيورو على الكارديو باسكولار مين في دول كارديو باسكولار؟ البلد بريشر والهارت ريت. إذا زيادة الانتركرينيال تنشن هيعمل هايبر تنشن وهيعمل بريكارد، ودول أنا سميتهم مش كوشن بريكارد، اسمه كوشن ريسبونس. إذا أثر النيورو على الريسبيراتوري كاينستوك، أثر النيورو على الريسبيراتوري كاينستوك، أثر النيورو على الكارديوفاسكولار كوشن ريسبونس. وما هو الكوشن ريسبونس؟ اقتناع الهايبر تنشن مع بريكارد، وده مباشرة يعني أنا ضغطت عليه. الكوشن ريسبونس ضغط على البرين ستيم اللي هي الهرنيشن اللي انا اللي هي الحاجه الترنال البري مونتر. اوكي اذا النيورو انا قلت دي كام بوتنشال ثلاثه. اول حاجه فيه قلت النيورولوجيكال فانكشن اللي هي فيها الكونشوس وانا اسسنج ذا كونشوسنس بالابيو جلاسكو كوبر. تاني حاجه البوستشر، الحاجات الخطيره في البوستشر قلنا في اربعه، الهايبوتونيا تعني سيريس، الستيب يعني مشكله في البرين ستيم او البرين، ان يكون عندك اوبن بوزيشن في حاجه في الاير واي، ان يكون عندك اوبسيتونس بوزيشن في حاجه في المانجز. وقلنا البيبل ان ايكوال بيبل هي اكتر حاجه، طيب ستيبس مش لازم برين ستيم، مش لازم برين ستيم. وبعدين قلنا اثر النيورو على الاذر اوبن، اثر النيورو على الاسبيريشن كان ستوب، دي حاجه ضغط على البرين ستيم. اثر النيورو على الكاردي باسكولار كوشن ريسبونس هايبرتنشن بريدي كاردي. كل الكلام طيب دي نص ساعه الاولانيه. طيب الريسبيراتوري ايمرجنسي
اول ورقه عندكم فيها مجرد ديفينيشن، بس الديفينيشن دي اللي هي صفحه كام؟ بعد الكلام اللي هنقوله دلوقتي كلام مش جديد بالنسبه لنا. احنا هنعرف ست حاجات. اول حاجه يعني ايه ريسبيراتوري ستريس، ثاني حاجه يعني ايه ريسبيراتوري فيلير، تمام؟ بعدين هنبدا نتكلم على الارست، يعني ايه ريسبيراتوري ارست، واربعه وخمسه وسته ابر اوبستراكشن لور اوبستراكشن، ثم يعني ايه لانج ديزيز. أول جملة عندنا هي respiratory distress. يعني إيه definition of respiratory distress؟ دي condition characterized by reactive work of breathing. طب هو إيه work of breathing؟ إحنا إزاي؟ work of breathing اللي هو إبنية، noisy breathing، اللي هو فيه wheezes، driver، ومكتوب عندك تحتها مش عارف صوت obstruction. تمام؟ إذا respiratory distress هي condition characterized by زيادة الـ work of breathing، زيادة الـ effort of breathing، تمام؟ والسؤال الـ early tachypnea والـ late tachypnea. طب إيه الـ signs إن أنا عندي airway obstruction؟ الحاجات اللي تقول إن في airway obstruction، إن يبدأ العيان يكون عنده استخدام الـ accessory muscle. يعني إيه؟ يعني بدأ يبقى عنده recession retraction، ووصل إلى نزار. بدأ يحصل الـ head phobic، هو استخدام السيرمومسكوية. عنده ميز، عنده سترايدور، دي كلها حاجات تقول ان العيان ده عنده زياده في الورك اوف ايه؟ اوف بريدنج. طب في شويه حاجات كده هي مش حاجات للريسبيراتوري سيستم، لكنها تعني ان الاكسجينيشن بقى مش كويس. يعني حاجات تقول عليها نان سيستم. في الاول الاكسجينيشن لما يقل بيبقى ستابيلاتوري ولا ايه؟ يبقى مجرد اجيتيشن، ريسلس، ده بيبقى يعني early manifestation of hypoxia. والعكس ان انا يحصل drowsiness وهو الكلام معدي، دي تعني حاجه ايه؟ ليه؟ كل ده تحت تايتل respiratory distress. بص يا شباب، مش بالضروره عشان تقول ان العيان ده عنده respiratory distress انك تقول كيميا وخلاص، لا. مجرد ان يبقى عنده noisy breathing في distress، مجرد ان العيان يبقى عنده irritability و restlessness او drowsy و coma، ده علامه من علامات اثر distress. العيان عنده هيبوكسيا ولا بيجي عمل كده في المكان. امال ايه بقى ريسبيراتوري ستريس؟ ان الفرد ده كان كله بيصير عليه كومبنسيشن. يعني الديستريس ما هو الا كومبنساتوري ميكانيزم. كلمه ريسبيراتوري فيلير معناه ان كل اللي فات ده فيلير. يبقى ايه الفرق بين ديستريس وفيلير؟ الديستريس في مشكله في ريسبيريشن، في ريسبيراتوري سيستم، اير واي او الجلاي او غيره، ادت الى استخدام كل الاسلحه لمقاومه الفيلير عشان ما حصلش فيلير. خلاص يبقى اللي فات كله كومبنساتوري ميكانيزم بتحاول تمنع الفيلير. ما بين ريتراكشن لتكيبنيا لحاجات مؤشرات ان الاير واي نارو اللي هي نوزي برينج، لمؤشرات ان الاكسجينيشن بدا يقل ريسلسنس والفيلير. خلاص يبقى ما بين ميكانيزم بتعوض ومؤشرات للمشكله. اما الفيلير ان كل كومبنساتوري ميكانيزم بقت فيلير ومش قادره تعوض، مش قادره تنتهي اديكو الجنريشن. طيب بصوا يا شباب، ايه اثر ده على العيان؟ يعني العيان اللي عنده خلاص فيليور يبان عليه ايه؟ مكتوب عندك كلمه مهمه قوي، ان عنده علامات اسمها جنرال اكيرا. في خمس نقط في الجنرال اكيرا بنستخدمهم دلوقتي، دول يساووا ان العيان بدا يحصل له ريسبيراتوري فيليور. هما مين بقى؟ رقم واحد التون، سبيتش، الانتر ريسبونسيف او انتر رياكتيف، تمام؟ الثلاثه دول دي ايه؟ الفوكس والستير. يعني ايه فوكس والستير؟ يعني حضرتك العيان ده ما يقدرش يحرك عينيه ويبص على حاجه معينه يركز عليها. العيان ده على طول بحلق كده في اتجاه واحد، فقط حركه عينيه، فقط بيسموها الانتباه، ما عادش منتبه لحاجه خلاص. مش غايب عن الواحد، بس احنا بنقول ان يعني خلاص بقت ايه؟ متحجره في مكاننا. وحتى ساعات لمعان العين ده بيروح. انتر رياكتفنس يعني العين تنده عليه ما يجاوبكش او يقول حاجات يخرج مثلا، يقول حاجات مش على زي السؤال. وانه ما عادش قادر يتكلم. نقص السبيتش. وان العيان خلاص التون بتاعه بدا يقل. العلامات دي كلها حاجات مالهاش علاقه بالريسبيريشن كريسبيريشن.
ولكن دي علامات هتبان في ريسبيراتوري فيلر. يعني في حاجات مش ريسبيراتوري لكن انها تعني ريسبيراتوري فيلر. تمام. الحاجه الثانيه يعني ايه بقى ريسبيراتوري هارست؟ ريسبيراتوري هارست يعني ستوبينج اوف بريس، يبقى الديستريس كومبنسيشن، الفيلير فيلير كومبنسيشن، الارست كومبليت لوس. رقم ثلاثة، فين الأبر إيروي يا شباب؟ يعني إمتى أقول إن واحد عنده أبر إيروي؟ هو الأبر إيروي ده بيمتد من منين؟ منين لفين؟ بيمتد من فوق من النوز حتى والأوروفارنج لحد ما أوصل لمين؟ للكارينا بايفوركيشن. الكارينا اللي هي البايفوركيشن. ومن أول البايفوركيشن يعني من أول المين برونكس مرورا بكل البرونكيول والتالي من البرونكيول ده اسمه إيه؟ including الالفلاي. ولكن في النهايه يقول لك ايه هي اللنج ديزيز؟ لما اقول واحد عنده لنج ديزيز بارينكيمات اسلنج ديزيز، يا اما مشكله في الالفلاي يا اما في الانترستيشن. يعني لما اقول واحد عنده بارينكيمات اسلنج ديزيز مش هو ايه؟ انا اعرف يا اما الفلاي يا اما انترستيشن. طبعا دي صفحه ديفينيشن، ممكن يجي في الامتحان سؤال ديفينيشن اوف ريسبيراتوري فيلير، ممكن يجي في الامتحان الاسئله الصغيره ديفينيشن اوف ريسبيراتوري ستريس. تمام. ثاني حاجه، في تريانجل عندكم اسمه Pediatric Assessment Triangle PAT. يعني ايه Pediatric Assessment Triangle؟ عبارة عن مثلث يبقى فيه ثلاث حاجات، General Appearance اللي انا لسه قايله اللي هم الخمسه دول، واثنين الورك اوف ريدنج، ثلاثة circulation of the skin. يعني حضرتك في اول ما بيجي لك طفل في الاستقبال خلاص وعنده حاجه respiratory emergency، انت هتقيم ثلاث حاجات. مين هما الثلاث حاجات دول؟ اول حاجه بتقيمها بسرعه هو ليه انا حاطط الثلاثه دول مع بعض؟ الثلاثه دول يساوي immediate recognition and immediate intervention. اسمه كده بيدياتريك اسيستنت تراينج. من الثلاث حاجات دول سريعا تقدر تاخد قرار وتقدر تقولها انترفيو ولا لا. اول حاجه جنرال ابييرنس بنظره سريعه على الخمس حاجات دول، هل العيان بيحرك ايديه ورجليه ولا سايب من بعض التوب بتاعه سايب؟ هل العيان بيحرك عينيه سبونتانيوسلي ولا واقفين؟ هل بيقدر يتكلم ولا ما بيقدرش يتكلم؟ لما بتنده عليه بيرد عليه كويس ولا ما بيردش؟ العيان قادر يبص على حاجه لما تتحرك الضوء قدامه؟ لو مش قادر يعمل الكلام ده يبقى عنده حاجه اسمها بور ابييرنس او بور جنرال ابييرنس، ودي معناه انك لازم تدخل وتدخل بسرعه. رقم اثنين الورك اوف ريدنج. الكونسولابيلتي مقصود بيها الانتر ريأكتف، يعني ان العيان ده ريسبوندنج ريسبوندنج انتر ريأكتف. تمام؟ الورك اوف ريدنج، بصوا يا شباب لما اجي اتكلم على الورك اوف بريدنج من اولى علامات ان العيان ده بيبذل مجهود عشان ياخد نفسه البوزيشن. بص لي كده، العيان جاي لك مقن حاططه بالسرير، لقيت الطفل عامل كده، لقيت الطفل عامل حاجه اسمها ترايبل بوزيشن. كان ايه ترايبل بوزيشن؟ يعني دعامه ثلاثيه، يعني قاعد على المقاعد كده على السرير وحاطط ايده قدامه. مجرد ان يعمل البوزيشن ده تعامل كده زي بتوع الركبه الازمه البروفيسور الاتيتيود المقابل يعني في الكبار لانه بيحاول يفرد شيست فور شيست كافيتي، يعني يحط ايديه قدامه ويفرد صدره كده او يعمل كده، يعمل حاجه اسمها المكتوب عندك سنافنج اوف بوزيشن اللي هي اوفر اكستنشن اوف ترينك، لان الاوفر اكستنشن اوف ترينك معناه انه بيفايت فور تيكينج بريث تاني. يبقى اول علامه لان العيان ده بيبذل مجهود عشان ياخد نفسه، انا بتكلم على اول علامه تبص عليه، يعني اول ما العيان حط ايده على السرير بص كده اذا كان العيان واخد بوزيشن معين عشان ياخد نفسه ولا لا. يبقى انت بصيت على التون، بصيت على حركه العين، بصيت على استجابته ليه، بصيت على بيتكلم ولا لا، وبعدين هبتدي ابص بيبذل مجهود وبياخد نفسه في البوزيشن ولا لا. ثم بعد كده هبتدي اتكلم على التكييف اللي هو الهارت الريسبيراتوري ريت بقى. وانا اتفقت معاك ان الطفل قادر على انه يتحكم ثالث مره، قادر على انه يتحكم في هايدا الفوليوم ولا في الريسبيراتوري ريت؟
ريزلت اول كومبات هو هيعمل اذا بعد ما انت بصيت على الحاجات اللي فاتت دي عد نفسه من ايه مش كده ريسبيراتوري ريت اخباره ايه وفي الصفحه الثانيه هتلاقوا العيان بدا يعمل ايه ورك ان ذا فايل ريفريكشن ازاي ايه اماكن الريفريكشن عندنا كام مكان للريفريكشن انت بوستر سب بوستر سوبرا سترنا والسوبرا كلاميديا الانتركوستال ده معناه ان العيان بدا يستخدم في مصر فاهم كل المعادله بس انت بتظبطها تمام عشان لو جيت سؤال في الشكل تمام جيت سؤال في الامتحان يقول لي كلمني عن البيدياتريك اسيسمنت رانج كلمه مجهوله هي ان انت بس اللي عارف العناوين عنوان اسمه جنرال ابيرنس عنوان اسمه ورك اوف بريدنج وعنوان اسمه سيركيليشن اوف ذا سكين تحت ورك اوف بريدنج عناوين العنوان الاول بوزيشننج العنوان الثاني ريت الثالث ريتراكشن طب من ضمن الريتراكشن بالمصري مش الهيب هوبينج وايه الهيب هوبينج ده استخدام انهي مصر؟ استخدام مصطويد وركينج الى نزايد تمام اكتب يعني زود عليها الوركينج الى نزايد مع الريتراكشن موجوده ماشي في حاجه وركينج الى نزايد او نويز بريدنج وهنا بقى معرفين كل نويز بريدنج بصوا يا شباب الاسترايدور دي حاجه اكسبيراتوري ولا ايه الاسترايدور؟ اتس مينلي الاسترايدور ساوند دي تعني ابر ولا لور؟ ابر نروي كلام معين النويزز دي تعني ابر ولا لور؟ ده ميوزيكال ساوند بمعنى لور نروي اما الجرانتنج شوف بقى التعريف علم على التعريف ده الديفينيشن ده ممكن يجي سؤال الجرانتنج هو عباره عن forced expiration against partially closed glottis في الحاله دي الطفل بيعمل ايه؟ لو فاكرين ان هو بيحاول يحبس الهواء بيضغط عليه عشان يوسع يفرد الالفيولاي يفرد الالفيولاي وهو بيفرد الالفيولاي يقوم الجاز اكسشينج ايه؟ يتحسن هو بيزود البريشر جوه الالفيولاي عشان يحسن الاكسشينج جوه الالفيولاي وده بيحصل مينلي ابر ولا لور ايرويك ولا البيولار ديزيز؟ طيب بعد كده احنا قلنا هل الورك الكلام برضه اللي جاي معاك هل الورك اوف بريدنج ده اقدر استخدمه كل العيانين ولا في اكسبشنز؟ كام اكسبشن؟ هم الثلاثه دول اكزوشن ونيورو وسيمنت اخر حاجه ايه اثر نقص السيركيليشن على السكين هم كانوا كلمتين في الاول بالور ثم بعد كده سايمون بس هو حضرتك جالك طفل وعايز تأسس بسرعة الخمسة دول شوف الورك اوف ريدنج وشوف السكين أكبر ده بيقول لك عملية السرعة عندكم بعد كده ثلاث ورقات في صفحة منهم أسباب ريسبيراتوري ديستريس اكتب فيها أي حاجة تيجي على بالك كمشكلة ريسبيريشن لو في سؤال وأنا ما أفتكرش إنه يجي سهل أوي تمام لكن هو الفكرة في التقسيم يعني لما يجي لك سؤال في الامتحان قول لي الكوزز اوف ريسبيراتوري ديستريس ان تشيلدرن ويسيبك هتكتب ايه؟ هتكتب حاجات اير واي وحاجات لنج والاير واي هتتقسم ابر واي طب ما تيجي نحفظ سبب او اشهر الاسباب مش هنحفظ كله يعني مثلا في الابر اير واي عندنا ثلاثه اول ثلاثه كروب وابيجلوتايتس وفورن بوت طب مش هتحفظ كله في الاول يبقى ثلاثه في الابر اير واي وفي اللور ايرويه هتحفظ الاثنين برونكيال ازمه وبرونكيلايتس تحتها على طول اللور ايرويه او الاثنين البرونكيال ازمه والبرونكيلايتس وعندنا ديز اوردر اوف ذا لانج نمونيا في سيستيك فايبروز خلينا نمونيا هي دي الاهم وبعدين في عندنا في التشيست بول زود عليها دايفرام وبلور يعني مكتوب عندك تشيست بول زود عليها دايفرام وبلور هيهمنا مين انت براغماتيك هيرني اي من النيو موتور تمام والفيوجن كمان معانا خلاص اخر حاجه مكتوب عندكم نيو موتور ديس اوردر اهمها سباينال ماسل اكل تمام والبرين تيوب والبرين تيوب ونفس الكلام في الصفحه اللي بعدها كروزن وسبايك ما حدش بعد الورق الكلام مش كلام كلام بسيط بس للاسف
بقى في كتيره كده فينا ان هم يجيبوا في الحاجات اللي في الاخر. ممكن اقول لك الرقم هو شبه اللي فات بس هو ساعات يقول جاي في الحاجات. فانت انا لو سبتك منك لنفسك عشان تقرا مش هتقرا. انا متاكد انا متاكد والله. طيب احنا ذاكرنا زيك زمان وقلنا بنعمل زيك بقى خلاص مش هتقرا. طيب احنا بنقول جوه ده بالسترايدو التقسيمه ايه اللي ممكن يعمل السترايدو في الاطفال؟ برضه تقسيمه نوت النوز والفارنكس. احفظ فيهم ايه؟ الادينو كونسيلر هايبرتنس. مكتوب عندكم كده رقم 5 ولا حاجه؟ 5 الادينو كونسيلر هايبرتنس. واول واحده اللي هي الكوالاتري. يبقى هي يبقى حضرتك عشان ما تنساهمش الحاجات المميزه للنوز والفارنكس حاجتين كوالاتريزيا وادينو كونسيلر هايبرتنس او هايبرتنس. رقم 2 الاركس عندنا الاثنين الكبار بينهم مين؟ الكروب والهيتروجلوتايد. هو مزود معاها التراكيه لوحدها. طيب التراكيه والبرونكايت انقل التراكيت دي معلش اللي هي رقم 3 دي مع التراكيت. فالتراكيه والبرونكايت هيبقى تراكيتس وحاجه اسمها باسكلارينج. حد عارف يعني ايه باسكلارينج؟ بص كده على الصور. الباسكلارينج هي ان تلاقي الارش اوف ذا اورتا مثلا بدل ما هو 1 ارش ورا التراكيه يبقى دبل اورتا ارش مثلا. او تلاقي انومال سبكلينيان ارتري يبقى في ارتري ورا التراكيه وارتري قدام التراكيه. يبقوا حاطين التراكيه كده زي كماشي دي بيسموها باسكلر ايه؟ رينج. الحاله دي بتبقى في تشخيصها في الاطفال صعبه جدا. العيال دي فاكر بنت كانت جدنا قعدت زي سمك كمل بدون اكواد وكل الدكاتره يشخصوها على انها ايه؟ اللي زي ده بيفتكروها على طول ازمه. قعدت تاخد كورتيزونات لحد ما دكتور شاطر لقاها لما بيدوها البروكوليتو حسيت ان العيان ريفرس ياخد بروكولايت ويتحسن. ما كانتش تتحسن بقى. فقام قايل ايه؟ ما تيجي نعمل لها سي تي انجيو. خلاص؟ ففعلا لقى ايه اللي حصل؟ لقى الدوبلر البنت دي عملت عمليه شال بس بتوع الجراسيك سيرجن عدلوا بس مشاعر الحرب يربطوا ارش يسيبوا ارش تاني بيحولوه تمام؟ والبنت ما عادتش بتزيد. اسمها باسكلاري. تشخيص الموضوع ده يكتب عليه سي تي ان مش هنتكلم عليه. وفي حاجه مرض عندنا كونجينيتال في الاطفال تحتها على طول بعد الرينج اللي هي تراكيوس وجيال الاذر. كفايه تعرف السايكوجينيك سترايكو. يعني في بعض الاطفال عندهم حاجات سايكولوجيكال من ضمن السايكولوجيكال الهستيريكال اللي هم ينهجوا اول ما يزعلوا ينهجوا. اول ما تزعل تلاقي يحصل لها سترايكو. وتيجي الام تقول لك يا دكتور هم ما بيحصلوش الكلام ده غير لما احنا بنزعله او بنضايقه او بنضربه. دي اسمها سايكو. وده بيحصل النهار وما بيحصلش بالليل وهو نايم وهكذا. في حاجه برضه اسمها سايكوجين كفر. طيب اخر حاجه بقى لايف ريد دول هنحفظهم كلهم. ايه هي السترايدر اللايف ريد؟ اول ثلاثه احنا لسه قايلين جروب وايفيجلوتانتس وتراكيتس. دول لايف ريد بيموت. وهنعرف ايه دلوقتي اخر حاجه. ثلاثة أربعة فورين بودي اللي هو عامل كومبليت اوبستراكشن في اللارينكس والتراكية. لو فورين بودي قابل اللارينكس أو التراكية كومبليت اوبستراكشن فيها. ومكتوب عندكم الأنفلاكس اللي هي كلمة جنب كلمة أنجليوروك الجديدة أنفلاكس. زود جنبها زود جنبها الإيدم هي مش مكتوبة بس زودها الإيدم اللي هو اللارينجيال سبازم. اللارينجيال سبازم او التروما بصفه عامه. واخر حاجه تيومر وبرد. العيال فجر بيتوقعوا على الطفل اللي عندنا اللي شرب صودا كاويه. يعني الصودا الكاويه دي زي ما هو بيبلعها في الفارنج والاسوفيجاس بيشرب فيها. فدي مش التموت اللي هو البرد. اخر صفحه عندنا لان باقي عيال العمل اللي هي البيزك لاي سبورت قطع الصبوره كان عندنا موضوعين. في حاجه اسمها حاجه اسمها الاربع كلمات دول في اول الصفحه خالص. اولا التو ديزيز انكومون فيريا. التو ديزيز يعتبروا ابر ايرواي او بين قوسين بروجريسيف
أبر إير وين غرو أو سرد. فأول كلمة هتكتبها إنها أنظمة، تاني كلمة بروجريسيف أبر إير وين غرو، بروجريسيف أبر إير وين غرو. هاي جريد فيبر، هاي جريد فيبر، والعيان بيل بين قوسين توكسيك. يبقى المرضين دول يشتركوا في الاربع حاجات قالوا ايه؟ يبقى اولا برافيايتس وانديكلوتايد، الاثنين والاثنين يمثلوا ابر ايرواي نارو بس بروجريسيف، الاثنين بكتيري، الاثنين بكتيري. عشان كده هاي جريد فيفر عشان كده فيهم ساينز. طيب لما نيجي نقول دي تراكايتس ودي انفكتيفايتس، مبدئيا مش التراكيه دي حاجه بس، مش التراكيه دي تمام او تراكايتس ده يعتبر سواء اكسترا ثوراسيك او انترا ثوراسيك، يعني انا اقصد التراكايتس في التراكيه، انفكتيفايتس في اللارينكس، انفكتيفايتس في اللارينكس وتراكيايتس في التراكيه. طيب الاورجانيزم مين؟ في اورجانيزم كتيره بتعمل ده وبتعمل ده، بس الموست كومن اورجانيزم كوز التراكيايتس الاستاف اوريس الاستريف، بس الاستاف اكتر. لكن اشهر اورجانيزم ده اوريس، لكن اشهر اورجانيزم يعمل ايبيجلوتايتس هيموفيلس انفلونزا تايبين، ده هيبقى له انفكشن ان شاء الله هيموفيلس انفلونزا. التراكيايتس يبقى اللي جاي العيان معاه سكريشنز، ده هو فوكيو سكريشن يعني اكسس سكريشن في الجسم، اوكي يعني دي سكريشن دي في كف، والكف هنا بتبقى بيسموها كروبي كف، عارف كروبي كف؟ زي بتروح عامله زي الديب كده دوباك باركنج كف بيتلف بترن، في عنده كف خلاص ونو درولينج. يعني ايه درولينج؟ درولينج يعني سلايفيشن تمام؟ بينما عيان الابيجلوتايتس مفيش عنده سكريشن، مش قادر يكح لكن عنده درولين، يعني هو ابسنت كاب تمام لكن عنده درولين. الاثنين دول مهمين قوي عشان يميزوا مين عن مين. هما الاثنين فيهم سترايت، هما الاثنين من فوق كده هما ابر اير واي، فالاثنين فيهم سترايت، الاثنين حرارتهم عاليه، الاثنين توكسيك، الاثنين ابر، الاثنين انكومن، لكن ده ستاف ده هيموفيلس، ده في سكريشن ده مفيش، ده في كف ده مفيش، ده مفيش درولينج ده فيه. في النهايه تمام عيان التراكيايتس محتاج دوايين مع بعض، حاجه للجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف يغطوها، فلوموكس عارفين الكلوكزا سيلين تمام، لان انتوا عارفين الاستاف مش في حاجه اسمها دي سيلينيز ريزيستنس، وبالتالي الاولى ان انا لما اجي ادي بنسلين يكون بنسلينيز ريزيستنس. الكلام ده هناخده بالتفصيل ان شاء الله في العمل اللي هو الهيبيكلوتايتس ده. يعني ايه افويد اي ديستربنس؟ حضرتك لو عيان عنده مشكله في الهيبيكلوتس، لو حاولت تحط خط اتزان وتلمس الهيبيكلوتس، الهيبيكلوتس دي حته من اللارينكس يعني سبلاي باي نيرف، مجرد انك تلمس الهيبيكلوتس بحافظ اللسان ممكن يعمل ريفلكس لارينجال وريفلكس برادي. يقول لك عيان طيب لو انت شكيت عيان عنده اوسكار سترايد ورابط البروجريسيف حراره عاليه وش شاحب بيريل جامد عشان تحافظ على عيان تقول عنده تمام مركز المحصول منين افويد ديستر تيمي اول واحده دي تريتمنت افويد ديستر بس افويد ديستر تبقى رقم اثنين لو الولد تحت الانفيوبيشن ممكن نعمل ميكانيكال عشان كده بقول الكير بتاعه في القسم عادي ولا في العنايه؟ الافضل يكون في العنايه في الهيبيكلوتايتس زائد
ان العيانين دول محتاجين اكسجين ومحتاجين ياخدوا انتي بايوتيك حاجه سيرت جنريشن سيكو فاكسين او سيكرايزوم تمام. فانت مش لازم تذاكر صفحه كصفحه لكن حطها بالشكل ده ممكن يجيلك عن الكلام كله كده العظيم لازم تذاكر الامرجنسي الكورس بتاع لايت ابورد هو نفسه اللي هو البيزك والادفانس لايت ابورد بتاع عمل بدايه من القصه الجايه ان شاء الله ناخد دي ان ايه ناخد انفكشن ناخد دي ان ايه خلاص ودي ان ايه وبينك اهم من الانفكشن محتاج شهر فبس هنشرح الاجزاء اللي مش بتعمل يعني مش هنشرح بيزنتيشن لا هنشرح على طول بلاش فايده.